عندنا تقرير تاني عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة كريد العقارية لدعم الأبطال الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024. حقيقة بدأنا نتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ولقينا تعاون غير مسبوق. يعني أنا بتعامل مع حكومة كتير الصراحة، التعاون كان كده، عندهم مشاريع كتير جاهزة اوريدي ومستنيين بس جزء من التمويل ليها، في مشاريع كانت قائمة ومشاريع لسه بتبتدي منها. احنا بالتالي بدأنا النهاردة وقعنا البروتوكول. أول حاجة إن احنا بندعم الأبطال الأولمبيين بمبالغ مادية لما يحققوا ميداليات إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024، وفي 1,000,000 جنيه خصصناها للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وده مشروع برضو من الحاجات اللي احنا فخورين قوي ان احنا كان لينا مساهمة فيها، ان دي بتعد أبطال خلال ال10 سنين الجايين. يعني بس مش بنتكلم على السنة اللي جاية، احنا بنتكلم ان أبطال الصغيرين بنعدهم نفسيا وذهنيا وبدنيا وفنيا ان هو يقدر في البطولات القادمة ان شاء الله يقدر يحقق ميدالية. مثل هذا التعاون اللي بيتم ده شيء الحقيقة احنا محتاجينه فعلا بشدة، وكمان في ظل المشروعات القومية المعمولة الشباب بتاعنا مش عاوزين يسيب بلده، يعني ما يحسش بأي نقص، وده اللي بتقوم به الشركات الحقيقة القطاع الخاص. فهو التعاون ده تعاون مثمر ولصالح البلد ولصالح الرياضة المصرية، واحنا بننتظر كمان اكتر ان شاء الله ان رجال الاعمال يدخلوا في قطاع الانديه وتتكون الشركات بقى رياضيه وتبقى فعلا الرياضه قائمه على مجموعه الشركات دي ويتضخ فيها ايضا اموال، ويبقى الانديه بتاعتنا على نفس المستويات العاليه اللي احنا كلنا بنأملها ان شاء الله. معالي الوزير كان عامل شراكات مع بعض الكيانات الاقتصاديه السنه اللي فاتت او من سنتين ثلاثه قبل اولمبياد طوكيو، فابتدينا نمشي على نفس الدايركشن ان يبقى في معانا كيانات اقتصاديه وتجاريه كقطاع خاص يشارك معانا في بناء هذا المنتج اللي هو اللعيب او البطل اللي حقق ميداليه سواء عالميه او اولمبيه باسم مصر. يعني النهارده احنا بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه كريد للتنميه العمرانيه، احد الكيانات الاقتصاديه الكبيره، ومن الجانب المعنوي والمسؤوليه المجتمعيه من ناحيتهم ان يشاركوا معانا في هذا البروتوكول بدعم 5,000,000 جنيه، وفي 5,000,000 تانيين في بروتوكول تاني بنعمله معاهم في خلال شهر ان شاء الله.